اي واضح دكتوره بنت. يوم السيشن مالتنا حيكون للي ماخذين راديولوجي هو اعاده، واللي ما ماخذين سيشن هو راح ان شاء الله يستفادوا منه. راح نبلش اليوم على الجيس اكس راي اليوم ان شاء الله والاربعاء، والاثنين القادم ايضا راح نكمل الكارديو ميديستانا والريسبيرات كارديو ريسبيرات السيستم كله كامل، عم تكون الاربعاء اللي بعده جاهزين للكوز. تمام، الكوز لكل المرحله على مود احتساب السعي، بس من نكمل الكورس مو راديولوجي فقط اللي ما ممتحنين عملي راح يمتحنون هذا واحد. يعني اكو تو اكزام، اكو نظري توبكس النظري كوز سيستم من القفله نمتحن كوز للجميع، وعندنا الامتحان العملي فقط اللي ما امتحنوا ما لحقوا يمتحنون امتحان عملي. واضح؟ واضح دكتوره. فاليوم راح نبلش بال تشيس اكس راي. قلت لكم انا بارحة اقرا المحاضره، هي ما راح تختلف شويه عن المحاضره بس مجرد ريفيجن. قدامكم صوره مال تشيس اكس راي، فأول شيء لازم نعرف شلون ناخذ تشيس اكس راي. عاده تشيس اكس راي ياخذوها بوزيشن اوف بوسترو انتروفيو. بوسترو انتروفيو بنقول بوسترو يعني انه من السايت اوف ادميشن اوف اكس راي بين، راح هو يحدد لنا البوزيشن اوف فيو مال اكس راي. مثلا نقول انترو بوستيريور يعني انه الاكس راي اللي تدخل فروم انتيرير تو بوستيريور. بنقول لاترال لانه الاكس راي بيم ده تدخل فروم لاترال بوزيشن. فنقول بوسترو انتيرير يعني انه البيشنت الانترو بوزيشن مالته هو فيسينج ذا كاسيت، بينما الاكس راي بيم ويل بي انتر فروم ذا باك. عاده المسافه بين البيم والبيشنت اللي يستخدموه الفوكس يعني البيشنت تقريبا 60 سنتيم الى 1 متر حسب البادي فولت اوف ذا بيشنت. معظم الجيس اكس راي هو يعني البيزك بوزيشن مالتها هو بوسترو انتيرير تو افويد ماجنيفيكيشن اوف ذا هارت. الهارت هو نيرا للانتيرير دان تو ذا بوستيرير بارت من الميديستانو، فلهذا احنا ناخذ بوسترو انتيرير على مود انه الهارت يصير شويه ابعد على مود لا يصير ماجنيفايد فيو للهارت. كلش مهم من تجينا تشيس اكس راي ولو هنا مو كامله تشوفون هنا مكتوب الديت اوف اكزامينيشن، لازم الاسم الثلاثي للبيشنت وايضا السكس اوف ذا بيشنت كلش مهم. النيم على مود لا تخطط علينا الاكس راي، سكس لانه مرات الاسماء متشابهه بين فيميل وميل، والمهم كلش هو الديت اوف اكزامينيشن على مود اما نسوي بروسبكتيف او ريتروسبكتيف فولو اب للبيشنت. يعني لو بيشنت يجينا عنده ليجن ورا فتره راح ناخذ الاكس راي جديده، فنجيب التو اكس راي ونقارنهم نشوف هذا الليجن ريزولف اور ايفولف حسب. فكلش مهم انه البيشنت ليبل باي نيم والديت اوف اكزامينيشن، بالاضافه يحطون ليبل ثاني هنا بالليت ابر بوزيشن يعني الليفت اور رايت على مود تو اكسكلود ذير از اسايتس فيرسس اور ديكستروكارديا. فهاي المعلومات كلش مهمة انه نشيكها قبل ما نبدي بقراءة الجيس اكس راي. بعد قبل ما نقرا الاكس راي لازم نحدد الاكسبوجر فاكتور، يعني انه هذا التكنيشن مطي ادكويت دوز اوف اكسبوجر للبيشنت، لانه الاوفر راح يطلع لنا اياها بلاك، والاندر طلع لنا اياها بلاك، والاوفر راح يطلع لنا اياها برايت كل ابيض. فش نسوي؟ شلون نحدد الاكسبوجر؟ هنا أنا لازم نباوع على السباين بالميد لاين سباين شادو ثرو ذا هارت. هنا المفروض نشوف الفيرتبرا بوديز، this is the vertebra bodies we can see it through the heart. But normally if the adequate exposure هنا راح نوصل لحد T9 نحسب vertebra لحد T9 نقدر نشوف ال intervertebral disc. وراها يبدي ال vertebral disc يبدي fade ما كلش واضح. إذا ظل ال inter هنا أنا يا دوب نشوفه هنا أنا أوضح، بس إذا ظل بنشوف ال intervertebral disc بشكل واضح كلش this is an over exposure or over ventilated X-ray. هنا لازم نقول للتكنيشن عيدها. أوكي، الشغلة الأخرى إنه هل هي إنه البيشنت واقف عدل أو روتيتد، يعني ما ميل جسمه لجهة واحدة من الثانية. كل ما البيشنت روتيتد كل مرة كأنه ما يصير مثل الأوكي، فالجهة اللي قريبة من الفوكس راح يصير من البيم الاكس راي سورس اوكي، راح انه الاكسبوجر كونديشن مالته يختلف عن الجهه اللي يصير اقرب للكاسيت، يعني واحده تصير سوداء واحده تصير اوكي.
حد عنده سؤال؟ حد هنا لو عنده احكي سريع عليكم زين كمل. ما عندكم اي ملاحظه؟ الو. لا واضح دكتور ان شاء الله. اوكي تمام. شلون نعرف ان هذا البيشنت روتيتد اور نوت؟ هنا نباوع الميديال اند اوف ذا كلافيكل، ذيس از 1 ذيس از 2 شود اوف ايكويديستانس فروم الفنتربرا فروم ذا ادجيسنت فيرتبرا. هنا ذيس 2 ان مسافه بينه وبين نهايه اللاترال بوردر اوف فيرتبرا should be of equidistance. إذا slight rotation مرات نتقبلها، بس إذا rotation كلش obvious هنا لازم نعيد الصف. Okay. النقطة الأخرى الكلش مهمة هي إنه عادة الإكسراي الأوبتيمم بوزيشن مالتها لازم ناخذها بالفول inspiration. يعني نقول للبيشنت أخذ full inspiration، وقف نفس ونلتقط على مود شنو؟ إنه provided إنه الإكس اللانج ما اخترع حتى وصغيرة expanded، نقدر نشوف معظم الليجن بين. أما إذا كان الفم إكسبيراتوري نشوف إنه الدايفرام راح يساعدنا لي فوق، واللنج راح تكون small in size and congested، فما راح تعطينا في الريال فيو إنه ده اللنج هي actually small like collapse fibrosed lung أو إنه congested lung. فلهذا لازم نتأكد إنه patient ما أخذ full inspiration، وهذا كلش مهم بالنسبة للتشيس إكسراي. شلون نتأكد منها؟ عادة نحسب الربس. تشوفون هاي الـ ends of the ribs اللي جاي بشكل oblique، this is the anterior end of the rib. اللي جايتنا بشكل arrows يعني على شكل oblique line، this is the anterior ends of the rib. الربس اللي جاي على شكل transverse، this is the posterior part of the rib. يعني احنا ناخذ posterior anterior، posterior تطلعوا. اوكي؟ إذا أريد نحسب إنه البيشنت ماخذ full inspiration، لازم ناخذ نحسب الـ anterior end of the rib من الـ mid clavicular line، mid clavicular line downward 1 2 3 4 5 6. أوكي 6، المفروض توصل عندنا 6 up to 6 anterior ends of ribs، هذا من mid clavicular line. وعندنا أيضا mid clavicular line توصل إلى 8. أما إذا بدنا نحسب البوستيرا ريبس يمكن يعني وصلنا إلى 8. ما عندنا البيشنت اللي هم أثنتس دول رياضيين والشوية طول، يمكن أن يوصل عندهم في الريب إلى 2 ريبس higher than this actual calculation. أما إذا طلع عليكم السلام يا وسهلا. أما إذا طلع عندنا نعم كانت عيدون الأنتيرا والبوستيرا بشان أفضل، يعني هو الترانسفيرس ويا هو الأوبتيرا الانتيرير ريبس اللي هي جاية على شكل أوبليك، this is 1 2 3 4، نشوفها جاية من الصفح جاية لي قدام على شكل أوبليك لاين، بينما الترانسفيرس لاين اللي هي كلش واضحة هي هاي البوستيرير ريبس. إذا أريد نحسب إنه اللانج إكسبانشن، نحسب من ميد كلافيكولار لاين لحد الميد دايفراماتيك لاين، نحسب. فإذا أريد نحسب هسه البوستيرير ريب 1 2 3 4 5 6 7 8، هذا الـ 8. أما إذا أريد نحسب الـ anterior ribs، this is 1 2 3 4 5 6، فبين full inspiration 6 anterior ribs and 8 إلى 10 10 posterior ribs، نقدر نقول this is adequate. No, the separation by patient is not adequate. أما إذا شفنا إنه العدد أكثر من هذا، قد يكون anterior rib واصل إلى 8. فأما إنه مثلا patient athletes كلش بحيث إنه الإنسبريشن مالته كلش جديد، أو إنه أكو hyperinflation للانج اللي هو should be excluded. أما إذا إنه عدد أقل بالعكس، فأما البيشنت ما ماخذ إنسبريشن بالعكس بالإكسبيراتوري فيس، أو إنه اللونج بيها باثولوجي حسب إحنا مش متأدينا البيشنت ماخذ إنسبريشن. دائما عودوا نفسكم من تقرون الإكس راي لا تباعون على اللونج. معظم الأخطاء اللي نوقع بيها إنه أول ما تجي عينا على تشيس إكس راي تتصور بس اللونج موجودة، وهذا إنه راح يسوي لنا مستيك، ما راح نركز على بقية الشغلات. دائما عودوا وانت تقرون الاكس راي اقروها من برا لجوا from outer to inner، لانه احنا عندنا نسب دانستشو، عندنا بونز، عندنا بريس شادو بالنسبه للفيميل. اوكي، لازم نباوع عليها
رمدني قبل ما أسس الأسلام من بسطان إنه عندما نشوف الثانت أنا أشرح لكم إكس راي ثانية بيها السوفت شو شدو الأوتر أنا أوضح شوية من قبل وبعدين يبدو نزلوا شوي شوي يبدو داخل اللانج وبعدين للدستان فنسني جنبه على اللانج كسبنا الربس فشفنا أنه اللانج adequately inspiration then inspiration that's okay نبدأ نقسم اللانج إلى 3 zones إحنا imaginary line for just for reading the X-ray. الحد 3-4 ريبس في الأبر زون. جوه هيبدي الميدل زون وبعدين يبدي عندنا اللور زون. هذا imaginary line ما إلى أي وجود. It is not a true lower anatomy of the lung. إحنا نقسم imaginary line على mood reading the X-ray. So this is the upper zone, this is the middle zone, and this is the lower zone. حاولوا نفسكم دائما comparison of the left to right. لما نريد نقرأ left ما نقرأ left lung كلها لا نقرأ left upper zone ويا right upper zone left middle zone ويا right middle zone واللور كذلك ايش نقرأ أول شيء باوع density of the lung اللانج هي عادة radio opaque radio opaque يعني سودة لأنه فيها air أوكي فلازم السواد مال هاي left lung يساوي السواد مال هاي right lung السايز مال هذا السيجمنت من اللانج لازم يساوي لنا السايز مال هذا السيجمنت of this part of the lung من متعادلات احنا بالسيف سايد ايضا لازم ننتبه الى ذني اللاينات المتعرجات اللي ماشيات بنص الراديو اوباسيتي of the lung ذني نسميه البرونكوفاسكولار ماركينج من الخطوط كلش مهمات إنه عبارة عن برونكاي وبزل طالعات من الهايلم هذا إيري سحولة هايلم of the lung من عدائي جن يتجه للبريفري of the lung وصل الحد الأوتر 1.5 إلى 2 cm من اللانج ويصير عن فيدت تلاحظون بني اللاي لو مدى تشوف كلش بالأور واضحات من هنا وهنا عدنا أيضا باللور لأنه اللور عادة according to gravity راح يكون أكثر واضحات فthis is this line هاي علامة أمان بالنسبة إلنا بالنسبة لنا. هلو تسمعوني؟ نسمع دكتور واضح. العفو دكتور لا ممكن تكبرون الصوت شوي. هل زيد الصوت؟ لا الصوت دكتور هذا ممكن تكبروها. عندكم أكثر شوي أوضح بس بدي شوي. This is the bronchovascular marking. دائما عبوا عنكم من تدورون على اللانج دوروا على bronchovascular marking. Whenever a bronchovascular marking present or even accentuated, يعني إنه the aeration of the lung is so good. Okay? But whenever there is absent of bronchovascular marking or decrease of bronchovascular marking, this is abnormal. ما راح نتقبله. تمام؟ نجي نباوع الزون الميدل بالميدل ليش ما نقارن الأبر باللور ليش ما نقول نباوع اللانج كلها نقول هاي اللانج ايه اوكي عريتي ليش ما نمشي كل هاللانج نقرأها ليش نقرأ زون باي زون احد عنده فكرة اكتوى ممكن مثلا اكون لوبر نيمونيا او لوبر باثولوجي فنقارن لوبر مو بس هيك احنا يمكن ايزي انه نلقوا في الباثولوجي اذا قارنا كل جزء بالمقابلة بس هي اللانج بحد ذاتها لونها او الراديو اوباسيتي مالتها ما مساوي بس شوفون الابر عادة الاوباسيتي مال الابر سيجمنت او الابر زون من اللانج هي اكثر من الاوباسيتي مال الميدل واللور ليش لانه الباسكولاريتي عادة باللور والميدل اكثر according to the gravity البيزال سيجمنت من اللانج راح تكون congested من الباسكولاريتي اللي البيشنت واقف إركت اوكي فدائما نشوف انه السيجمنت الابر اللوسنسي او الراديو اوباسيتي مالتها هي اكثر من الميدل واللور الميدل راح يكون شويه مور اوبيك لحد ما نوصل لور مرات يصير اللور كلش يعني اوبي يعني ابيض نشوفه اوكي راديو اوبيك سوري ابيض وراديو لوسنت هو الأسود وأيضا إنه عندنا باللور هو مرات الفيميل يجي عندنا أوفرلاب بريس شادو أيضا راح تطينا في الديبريشن فأنا ما أقدر أقارن اللور ويا الأبر لأن إنه ما يشابه فأنا إذا جي هنا أنا أقول والله هاي سودا هاي بيضة بين هنا بالمقابلة
النقطة الثانية إنه ندور على important sites باللانج وبالميديا ستاينم قبل ما أيضا نعطي diagnosis نشوف بيها pathology or not. واحدة من عدها هي abscess of the lung. تشوفون هذا البارت اللي طالع فوق الكلافيكل هاي سحولة hidden area عادة ما يتغطى بالكلافيكل. إذا شفناه واضح كان بها، إذا ما شفناه واضح suspected lesion مثلاً TB أو patient suspected bunkos tumor، فلهذا لازم نسوي له additional view سحولها lower biotic view اللي هي special طلع لنا بس الابيكس أو the lung. بني البارت اللي فوق الكلافيكل سحولها lung apex. أوكي كلش من سايد المهم. النقطة الثانية هي الهايلم. This is the left hilum. This is the right hilum. الهايلم هو junction ما بين الميديستاينم واللونج. يطلع من عند برونكاي بها لمفاتيك وبها برونكاي. Both hilum should be of equal size. قد يكون left hilum slightly higher than the right. مقبول لأن عادة left pulmonary artery يصعد فوق left برونكاي بالاناتومي، فهذا يعطينا في الامبريشن نو هاير، بس ان الاثنين should be of equal size and shape. واضحات؟ This is the right hilum and this is the left hilum. بعد من الاماكن كلش مهمه باللونج هي ال costal ring angle والcardiac ring angle. ال junction ما بين الدايفرام والهارت والjunction ما بين الدايفرام واللونج. Now this is the costophrenic angle and this is the cardiophrenic angle. قد تكون الكارديوفرنك انجل مو بأهمية الكوستوفرنك انجل. احنا لازم ندور على الكوستوفرنك انجل. اثنين اتين should be obviously acute angle. هاي وحدة هاي الثانية. إذا obliterated لازم ندور على الباثولوجي. قد يكون من عندها basal segment consolidation, collapse أو قد يكون pleural thickening أو قد يكون pleural fusion according to. بعد ندور على line of the diaphragm. This is the right diaphragm and this is the left diaphragm. Normally there is a gas shadow under the left hemidiaphragm but never under right hemidiaphragm. فدائما ندور مرات just thin lucent line ما تلاحظوا كلش، فلازم تركزون انه يمكن ان يكون air مال fundus مال stomach مال colon جوا left diaphragm بس never under right diaphragm in the right position. أيضا الدستنس ما بين هذا الاير شادو وبين الدايفرام يمكن أن نحتسبه اللي هو تقريبا 4 to 5 millimeter not more than this. Two diaphragm not of equal distance. The right diaphragm is higher than the left diaphragm that you go up to 1.5 إلى 2 cm difference between them. إذا أكثر من 2 cm then you can go this is an elevated diaphragm. لازم ندور على close mark. Okay. بعد عندنا أن من lines of the mediastinum. This is the opaque هنا بالنص هو mediastinum واللوسنت اللي هنا هي اللنج. الميدياستانوم منين يتكون؟ لازم نعرفه قبل ما نعرف الباثولوجي. الأبر ميدياستانوم، ميدل ميدياستانوم، عندنا لور ميدياستانوم. الأبر ميدياستانوم متكون من التراكيا، تراكيا عادة سلايتلي باللور اند مالتها شفتوا ذا رايد، شوفوها جاية بالنص وشوية باللور اند قبل الديفيجن بدأت تصير شوي للرايد سايد. تراكيا توصل لحد T5 vertebral level وتبدي تتقسم للرايت وليفت من البرونكوس. إذا البيشت ماخذ full inspiration يمكن أن يوصل سحولها كارينا، طبعا هاي النقطة of division. الكارينا يمكن أن توصل إلى T6 إذا بالfull inspiration، يمكن أن تصعد لل T4 بالexpiratory flow. تمام؟ هاي التراكيا. This is the right main bronchus. This is the left main bronchus. والمثلث اللي بيناتهم هو يسحول الكارين. Okay, it is about 45 degrees. بعد ايش عندنا بالأبر ميديستاينو؟ احنا قلنا ترايكيا بالنص. تبقى عندنا هذا اللاين، تشوفوا هذا الأوبيك لاين منه ومنه دائر مدار ترايكيا. هذا واحد وهذا اللفت. زين؟ وعندنا بالجهة الثانية اللي هو right سحول ذني بارا تريكل سترب.
اللنج سودا بيها اير والتراكيا سودا بيها اير. تبقى عندنا السوفت تيشو ان بتوين اللي هو عند الدسانة واللي متكون من بلاد فازل ولمفاتيك يعطينا هذا الاوباسيتي لسحوله باراتريكا وسترا بهذا الخط الابيض منه وهذا الخط الابيض منه. اللي من جهه الرايت سايد ما يتجاوز ال 3 الى 4 ملم في ثيكنس، بينما اللي بالرايت الليفت سايد يمكن نوصل 5 ملم اند مور. ليش؟ لانه اكوردنج تو اناتومي الايورتا راح يعطينا بريكيو سيفاليك ترانك واحد بالرايت سايد، بينما بالليفت سايد راح يتقسم ان الليفت سب فليفيان والكومن كاروتيد ارتري يعني تو ارتريز، فلهذا انه الليفت ورت بريكيو سترب هو وايدر. اما اذا طلع عندنا الرايت ورت بريكيو سترب مور ذان 4 ملم 5 6 اكو باثولوجي يعني، وهاي الباثولوجي قد تكون على مستوى البلد فازز الموجوده او قد تكون على مستوى الليمفاتكس او قد يكون فات، لانه ايضا هنا أنا اكو فاتش. هاي واحده من الشغلات اللي اسسمنت بالابر ابر ميدرز. تبقى عندنا الميدل، الميدل هنا أنا راح يجينا بالرايت سايد اول شيء سوبيريال فينا كافا اوكي، بعدين يجينا عندنا هاي الكونفكسيتي هي الليفت رايت اتريوم اوكي اتريوم وليس فنتريكل. وهنا عندنا بالليفت سايد نجي عندنا ليفت فورتريكل سترب، هاي اللي هنا الكونفكسيتي هو الايورتيك نيكلز او ايورتيك نوب احنا نسميها. شويه من عندها جوا يجي ستريت لاين اللي هو مال بولمنري ارتري، بعدين يجينا عندنا ليفت اوريكلز، بعدين يجينا عندنا فنتريكل. تشوفون ان الباوندريز ما بين الهارت او احنا نسميه الميداستانم كله واللنج هو ابروبت، يعني كلش واضح حيث تقدر ترسم this is the heart this is the ميداستانم. ليش؟ لانه اللنج سودا بيها اللنج بيضا، فاكو شورت يعني كلش ابروبت ترانسيشن بيناتهم. بس من اللنج هنا أنا راح يصير بيضا وتبر the cause collapse consolidation راح يصير بيضا. فهنا أنا هاي الكلاريتي هذا اللاين الكلاريتي مثلا او هذا راح يروح على سهوله سيلوت ساين. سيلوت ساين من الساينز اللي كلش مهمه بالراديولوجي، راح تحدد لنا which side of the or which segment of the lung could be pathology. قد يكون collapse، قد يكون cancer، قد يكون consolidation whatever the cause. لهنا أنا احد عنده سؤال بالنسبه لللنج اناتومي؟ طلاب يوم سمعوني زين سمعوني؟ نعم دكتور نسمع ساكتين نايمين شنو؟ لا والله دكتور عادي قاعدين ماشي. هسه النقطة الأخرى بس العفو شلون نقدر نقيس المسافة distance مثلا 5 مليم أو 2 سنتيم مثلا رايت دايفرام، شلون نقدر نقيس هاي المسافة؟ هو عادة احنا معودين عين عليها من نشوف شوية في كنت نحاول نقيس اي شيء. هو عادة هسه ذني جاء الاجهزة الديجيتال كلها بها مقياس ودا ما تقدر قيسها بمسطرة، يعني هو المشكلة بس هي تعويد للعين واكثر. هنا ايش دا يقيس الكارديو ثوراسيك ريشو احنا نسميها سي تي ريشو. عندنا هارت وعندنا Trans-thoracic diameter. أريد نشوف هذا الهارت large or not. شو نقيسه؟ لازم نأخذ الكارديوثوراسيك ratio، نسبة الهارت ونسبة الترانس. نأخذ الوايدست diameter من الهارت، الوايدست diameter من الشيس internal chest diameter، ونقسم من إيش قد النسبة النورمال نضربهم في 100، إيش قد المفروض النسبة الطبيعية CT ratio إيش قد النورمال؟ Very good. يمكن ان assessment of the heart size انه البيشنت اذا عنده previous chest x-ray وشفنا فرق بالسايز. واكو طريقة اللي هي اقل accuracy يقيسون بس الترانسفيرس cardiac diameter
عادة بالفيميل 14.5 بالميل يوصل to 16.5 مليمتر. بس الأكيوريت مو أكيوريت هي ناخذ السيتي ريشو اللي هي موس أكيوريت منو. طلاب بس راح أطلب من عندكم دقيقة واحدة أحد عنده سؤال شلون قيس الكاردياك ترانسكارديك تاميتر؟ إحنا نايتر just to show us the hilum of the lung. كلش من المناطق المهمة هي الهايلوم. عادة لازم نعود عيننا على شكله. شكله سايز ماته ده يشوفون بس the right hilum. Obviously شكله مشابه بس شوف the left hilum هي higher than the right hilum. هاين فيو اللي قلت لكم عليها قبل شوية هي سحولة lower dotic view special view بيخلون البيشنت بالانتروبوستيرر بوزيشن ويسوون شوية تلتنج للنك بالفليكشن وياخذون اكس راي البيم مالتها بالسنتر اوف ذا يعني شو اقول لكم بالسوبرا كلاف سوبرا سترنال نوتش وناخذ هاي الاكس راي تشوفون الابكس اوف ذا لانك شلون طالعة هنا واضحة هاي هنا على اللفت هنا على الرايت إذا إحنا suspect any pathology in the apex of the lung. هاي الإكسراي is not normal clearly. أكو بيها pathology. أحد يقدر يشوف شنو pathology by the X-ray? It is not related to the lung. أحد يقدر يشوف أكو دكتورة رب cervical ribs. Yes, this is the cervical ribs. This is the right cervical ribs. هنا نقدر نشوف هاي and هذا ما T1 هاي transverse process صح شوية long بس ما بي extension بس هنا أنا this is not first rib this is a cervical okay صار عندكم علم بالنسبة للإكسيشن يعني شو راح ندور عليه نخلي شوية ندخل بالباثولوجي وأول شيء راح ندخل بالراديو أوبتيك لونج نقسم lesions of the lung أما diffuse يعني كل اللونج انفولد او لوكالايز ليجن والليجن هذا ايضا راح نقسمه الى اقسام هل هو راديو لوسنت يعني اسود او راديو اوبيك وعلى ضوءها راح نقسم الباثولوجي اللي عندنا فهنا نجدش تشوفون يلا اللي ماخذين كورس راديولوجي واللي ما ماخذينها نجدش تشوفون ايش فيها اللونج هنايا اول شيء شنو هذا الاكزاميشن دائما عودوا نفسكم دائما تحكوها انه شنو هذا الاكزامينيشن خلص يصير بارت من السنه مالتكم انه هذا فلان اكزامينيشن شنو دكتور بلين اكس راي بلين اكس راي بس هاي ناقصه كمل بلين اكس راي اوف وات يلا شباب دائما هذا بارت من الاسئله اللي تجيكم حتى احنا نريد نكتب تقرير نقول this is a فلان اكس راي this is chest x-ray chest x-ray postero posterior view نقول هاي plane ضيف plane اذا احنا عقدة تانية معظم chest x-ray plane بس الافضل انه نضيفه this is a plane postero anterior chest x-ray اوكي واذا ما قدرتوا تحددون this is PA or PA صعب عليكم قولوا this is a frontal chest x-ray frontal يعني امامي ليس الفاتر والفاتر إذا صعبت عليكم إذا ما الإكس راي هي بس إذا صعبت عليكم ممكن يكونوا في اليوم راح شنو الباثولوجي موجود بالإكس راي تشوفون obviously بس تشوفون إن شاء الله هنا الباثولوجي شنو هي يلا شباب يلا شو العفو دكتور راح الصوت ايش؟ هذا اسمعكم زين دكتور diffuse opacity of the right lung with the deviation of the trachea. It is not deviating, it is bowing. You know, yes. The side of the lesion or shifting, when I'm shifting to the side of the lesion. Shifting, yes, shifting to the right side of the lesion. Okay, إذن إحنا هذا الجروب يا جروب من الباثولوجي هو الراديو أوبتيك ليجن.
هنا أنا راديو أوبيك نشوف راديو أوبيك ليجن باللون. أول شيء لازم نحدد السايد ماتل وبالرايت لو بالليفت لو بايلاترال. عشان الشغلة الثانية نحدد هل هو diffusely involving the lung مثل هذا. من نحدد نقول diffusely or involving the lung or completely involving the lung بعد ما كده نحدد الباوندريز مثلا بعد ما إلى باوندريز. أوكي الشغلة الثانية أي radio opaque lesion سواء كان well-defined or كان diffuse or كان ill-defined لازم نحدد هل هو homogeneous على مستوى واحد من اللون لو هو heterogeneous يعني heterogeneous هل هو بأسود وأبيض أوكي بينه أسود وأبيض بس يعني أسود أو بينه وأبيض بينه قط of concentration or concentration يعني بأسود ولازم نحدد هذه هي نقولها بالوصف إحنا شرحنا that is complete مو كلها لونج رايح لو لا قدام كلها رايحة لقدام جزء من that is a complete homogenous or heterogeneous شباب هنا الليجن homogenous or heterogeneous homogenous very good that is complete homogenous opacification of right lung or gonorrhoid hemithorax طبعاً من نشوف هي شيء ليجن ماخذ اللون كله وكله أبيض. differential diagnosis عندما نقول لكم يا three differential diagnosis لازم إحنا عندنا background إنه ميز بينه. collapse جماعة الكولابس جماعة اللون كولابس ومن ضمنهم جماعة الليمونكتومي أو جماعة اللونج أجينيسيس يعني ما كولانج أو سمول سايز لونج. الجروب الثاني هو جماعة اللونج موجودة بس استف بدال الطالع الإرطب بدال فلويد ماس اللي هي جماعة الكونسوليديشن. الجروب الثالث إنه اللنج موجودة بس إن البلورال سبيس بي فلويد أو بي ماس. سين سين سمعوني يا دكتورة نسمع سين اوكي انباو على التراكيا وانباو على الهارت او ميديستانال شادو اذا كانت التراكيا او الهارت بس هو باتجاه الليجن ها صورة ما واضحة شنو ما واضح صورة دكتورة ما واضحة ايش فيها شنو ما واضح فيها يعني طالع ماكو صورة؟ لا لا اكو صورة اللي ورا طلعتها ماكو صورة ماكو صورة دكتور ثواني ثواني سندك هسه بعتها دكتورة ماكو هسه ما أعرف يمل أو يمل كل هم يعني شيء. أنا كذلك ما جاي تطلعني. لا دكتور ما كويس صورة صورة ما جاي. لا حاول شنو ما صار شيء يعني هو نفسه. جاي يطلع مربع أسود بس يعني دكتور. توان. هو ده يقول لي اكو بوز صاير راح بس اسوي من جديد هسه طلعت لكم السكرين ايه دكتوره بس هم رجعت الصوره هاي سودي يعني الصفحة مالت الأصلية يعني خلا حاول ما سوي نفس الشيء يعني ما يعني ما تغير شيء بالموضوع يعني الصور اللي طالعة كلها الصور اللي ورا طالعة كلها
إيه بس الصورة اللي يعني كبرتها ما طالعة؟ إيه ما طالعة بس هاي الصورة. وده يقول لي your screen sharing is post. أوكي أقولكم بس على زاوية لأند وراح أدخل من جديد. أوكي. أهم شيء. أي واضح واضح. زين. بس إحنا قلنا إذا اللون كله راديو بيك مثل هاي بدنا نشوفها قدامنا. فعندنا many three three group of differential diagnoses اللي هي جماعة الكولابس جماعة الكونسوليديشن جماعة البلورال باثولوجي. اللي راح يميز بيناتنا هو عندنا الميدياستاين والتريك. إحنا نزل نشوفون التريك شبيهة شبيهة نالتريك shift to the side of the lesion. Very good. هون بالنسبة للميدياستاينم ميدياستاينم نقصد الهارت. هاي this is the trachea and this is the heart. حتى الهارت اليوم مفروض 2/3 من عنده باللف سايد. نانا just 1/3 من عنده صار باللف سايد. إذن حتى الهارت مسحوب جهة الليجن. إذن this is what نتوقع شنو الباثولوجي؟ كولابس. نعم. كولابس اللانج كولابس. كولابس. هنا أنا ليش اللانج صارت ضعيفة؟ اللانج الأريشن مالتها صار ضعيف. اللانج الثانية اللي بالجهة الثانية صارت أقوى من عندها فدفعتها اندفعت بالجهة الثانية. هو عادة أكو توازن ما بين الليفت والرايت لانج. هنا مثل النفاختين اثنينات المنفوخات من هاي النفاخة فشت هاي صارت أقوى من عندها أخذت سبيس مالتها فدفعت الميديستانا ودفعت التراكي للجهة الثانية. من أكو فوليوم لوس هنا هاي لانج دفعت الميديستانا وشغلات اللي وياها من التراكي وهاي للجهة الليجن. إذن من أكو بولينج للسايد أوف ذا ليجن راح نفكر بجماعة الكولابس. تمام؟ هسه هنشوف غير ليجن يشبه له بس غير باثولوجي. النيموثاركس هو عبارة عن اير ماما يطلع أسود مو أبيض مو أوباسيتي لوسنس. عرفت شلون؟ سأرجع لها على مود نقولكم ليش مو نيموثوراكس. صحيح حق حكيك صحيح this is opacity. ليش مو هاي اللانج abnormal؟ هنا ندى تلاحظون نتبع البرونكوفاسكولار مارتن من الطبين داخل اللانج. فنبقى البرونكوفاسكولار ماركين موجودة إذا الاريشن مال هذا اللانج normal. نشوف برونكوفاسكولار رجع عن اللي فاتح سماعة خلي سدعك أضوضاء شو ما بيت من ماكو هذا من خطوط البرونكوفاسكولار ماركينج يعني انه اكو اير قد يكون فري اير within the lung or within the pleural space. واضحة؟ تراويك نيموثاركس على بس رجعان اللي فاتح مايكروفون سدة اكو نويز باكراوند نويز ارتد الجو صوت ممثلة دا تحكي اصلا بس اللي يريد يحكي يفتح مايك ويحكي. تمام هسه دا هاي الصورة واضحة لو مو واضحة كلكم صغيرة ما دا اقدر دكتورة هم الطلاب يقدرون يكبرون من البرنامج. تمام نتشوفون انه هاي البيكتشر ايضا عندنا هنا اللفت هيمي ثوراكس شبيه اللفت لونج. هاي اللونج اللفت شبيه ها شباب اللفت لونج هنا شبيه complete most diffuse opacity complete homogeneous opacity there is complete homogeneous opacification at hemi thorax. هنا أنا أيضا نريد نعرف الباثولوجي مالته. إيه هو كولابس لو كونسوليديشن لو إز بلورا باثولوجي. هنا أنا إيش نتوقع؟ ها شباب كونسوليديشن. ليش كونسوليديشن يوم؟ ليش يعني جباش كونسوليديشن؟ لأن تريكا باقي شلون بالنورمال سايد يعني ما بيحسك
Yes, this is the trachea and the midline. إحنا قلنا شوية باللور إيد ما يمكن تروح للرايت. الهارت 1/3 من عنده بالرايت نورمالي، يعني هذا 2/3 هذا الهند مال هارت، صح شوية هو سلوتينج رايحة بس هاي الهند. Then it's central middle sinus. ما دام central middle sinus راح نفكر a consolidation. The consolidation الفكرة وما بيها إن اللنج هي نفس الفوليوم، السايز مالتها ما تغير، بس مجرد نفس كمية اير طلعت وطب بدال فلويد اور ماس، عرفت شلون؟ فظلت هي اللنج محافظة على داخل الكافيتي مال chest cavity. اوكي واضح؟ فلهذا الكونسوليديشن ما راح يصير بي شيفتينج ولا بولينج للميدستانا، راح يبقى سنترال. هي هاي اللنج تساوي الفوليوم مال هاي اللنج، بس الكونسستنسي مالتهم بيتناتين ضيع. دكتور الصوت مصاب وجاي قطع. زين ما يخاف الانترنت هو شويه كلش يعني. بس هنا انا شنو الدايجنوزز مالتنا؟ الدايجنوزز تشارك كونسوليديشن or malignancy. لا نقول malignancy ما نقول consolidation. لا تطب لا تطب diagnosis consolidation description. إذا هنا أنا أكو complete homogeneous opacification of right lung. بما إنه trachea والميديستانا باقي هنا central in the distance. Causes of this opacity here consolidation. تمام. راح اكبر المايه شوف دكتورة الصوت الصورة راحت. زين دكتور السمعين دكتورة؟ صورة راحت. ايه نعم هاي سمعك واضح. انا هماسة سمع طالعة شاهد براحت. اي دي الشير من جديد. هاي الصورة ماذا تشوف؟ اسد طلعت كل مصور؟ اي واضح شوفوها الصور؟ يلا هسه احد يحكيني شوي على هاي البيكتشر. شنو هاي البيكتشر؟ ايش تشوفون بيها؟ فيديو اوف اوبيك بوستيريا انتيريور اكس لاي. لا تنسى تجمعتين كلن بحكايتين. اول شنو هاي الام الاكزامينيشن شنو هو؟ بلين اكس راي. كملها ماما. بلين اكس راي تشيس اكس راي بلين تشيس اكس راي بوستر انترفيو. بلين اكس راي اوف وات يقول لك مال ابدومن مال سكال. يعني انت راح تكتبها انت شنو معود روحك انه بلين، فمن بالامتحان مخصوص على السريع تكتب بلين اكس راي وتطلع. سو الاكزامينر منتظر يحدد له السايت مال. الو مالك بالي او بيك فايت لانج والتباك شفت باجين. دقيقه الراديو اوباسيتي هاي باللانج وصف لي اياها.
هوموجينوس إيه بس كومبليت هنا ديفيوز كومبليت انا متخلص من الباوندريز انا متخلص من حجمها بانه تقيس حجمها تخلص من هاي كلها تقول انه there is complete opacification homogeneous very good بعد هسا نجي نتبع البارا هسه تمام دخل على السكرين ايه هسه الديسكتوب واضح دكتور يلا هسه ان شاء الله ما اطول عليكم شكلكم تعبتوا وما متغدايين بدات تطلع عليكم الهايبوغلايسيميا يلا هسه نرجع ما متريقين ايش بس حق احتي من النوم اكل الظهاري الاوباسيتي ماخذ الرايت لان كلها وهوموجينوس شنو الدايجنوسيس تخلوا ببالكم هنا انا ممكن بلورال ديزيز مثلا بلورال اوبيوشن اللي داخل بعد تبكي لا مفكر بالبلورال باكوز ليش لانه كانما اكو شيء دا يدفع اللانج للجهه الثانيه اذا اكو شيء دا يحتل مكان اللانج بحيث يدفعها للجهه الثانيه اذا ذيس از mostly this is due to the pleural effusion mostly okay قد يكون other causes بس وعادة pleural effusion هو يجي ياخذ صير mass يعني ما يعني space occupying region بحيث يترد cause will collapse or small lung cause will cause that هي pleural cause اللي هي mostly in pleural effusion بني ثلاثتين هسا قدرتوا تميزون بيناتهم واضحة بني من أكثر السلايدات يمكن أنه واحد يطرق لهم حتى على مستوى الطوارئ تجينا أنه هاي الكمبليت أو هوموجينوس لانج أوباسيفيكيشن أوكي هسا نرجع إحنا بعدنا بطور اللانج باثولوجي اللي سوينا هي الراديو أوبيك شادو احنا قلنا هسا على الكمبليت كمبليت لونج باثولوجي اوكي البارت الثاني من اللونج باثولوجي ما تجينا ديفيوز تجينا مثل هاي فهنا لازم نوصفها احد يوصف لي هاي هنا هنا شنو الباثولوجي الموجوده شلون of right lung. Very good. بس ما نقول لوب نقول زون لأن إحنا قلنا راديولوجي نحكي على زون. There is a radio opacity موجودة بالرايت أبر زون. وصلنا إنه هي opacity بس ما حددنا لا شكلها لا هي هوموجينوس لا هيدروجينوس سايز مالتها بس مجرد حددنا السم مالتها ولونها. بقى إنه لأن الشغلات بنحددها. Well defined or defined ما دام هي ماخذة جزء فقط من اللون مو كل اللانج فنقدر نحدد هي well defined لو ill defined هل هي well defined لو ill defined well defined من تقدر ترسم two third من الباوندريز تقدر تخطط two third من الباوندريز مالتها نقدر نقول this is well defined من ما تقدر تأشر two third من البرفري مالتها then this is ill defined هل هي well defined لو ill defined well defined Well-defined. شو well-defined؟ ما وين boundaries مالتها؟ بس هاي جزء من عدم مكنش واضح. لازم two-third ترسمه تأشر علي رسم يلا تقول this is well-defined. إن أنا ما تحدد boundaries مالتها بس هذا الجو اللي مربوط بالtransverse مشاهد. أما بقية boundaries مالتها وين وين well-defined؟ well-defined مثل هذا. بقى هذا الهايلوم ده اسمه دائما دائرة هذا well-defined. بس من هنا انا وانا وارد فاين ذس از ان اوت اوف فاين ما راح احدد الباوندريز مالت اوكي صح لو غلط ويا يا لو عندكم شكل مور. انا بقول انا هي تستركم اكثر تعين دكتوره انا جاي قطع يا امي
أقول لك مقتنعين إنه this is well defined or undefined. مقتنعين دكتور مقتنعين. النقطة الثانية. النقطة الثانية. نعم. المارجن ما تشبيه. يعني يكون المارجن واضحة إذا أني part of the body مثلا هنا الاسترنم ما اعتبر الاسترنم واحد من المارجن. لا 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 كون هي نفسها المارجن مالتها واضحة نفسها سراويكم ليجنز شلون واضح. النقطة الثانية. الصورة. نعم. وكيف الصورة؟ شبيه. هيا الصورة شبيهة وطالعة ليش راحت؟ مشانت ما عندي الصورة لها افتحها من جديد؟ لا لا دكتورة يعني اوكي تمام هسا سووا عندنا دنعيد بشارة شوي إذن احنا لقينا there is a radio opaque lesion right but right upper zone وهنا لازم حددنا السايت ماته وحددنا الكونسيستنسي ماته انه هو opaque النقطة الثالثة لازم نحدد هل هو well defined or undefined وقلت لكم إنه إذا well defined لازم تلس بدل الليجن 2/3 من الوول ماتة واضحة لقول well defined هنا أنا ما نقدر نحدد المارجن ماتة blended with surrounding فthis is an undefined lesion النقطة الرابعة كلش مهمة هل هو الليجن homogeneous homogeneous يعني مثلا شلون هذا الهارت كله أبيض لا هو heterogeneous جيناس بين نقطة سوداء نقطة بيضاء بس هذا هم ولا هيدروجيناس ما يكون بالباك جراوند مال لانج هو نفس اللي جن باعوله هيدروجيناس هيدروجيناس ده شوفون بين النقط السود الداخلة حتى طالع لو تركزون طالع كأنه ما لاينز لي فوق هاش نسميها من أكو إير بالداخل أوباسيتي شو نسمي برانشينج لاين أو إير داخل أوباسيتي تحلها برونكو إير برونكو جراوند air bronchogram من اللنج يصير ستيف يطلع الاير اللي بداخله يدخل بداله فلويد او سبستانس تبقى بس التيرمينال برونكاي مفتوحه بها اير فتعطينا هاي البرانشينج لاين سهوله اير برونكوجرام واضح النقطه كلش مهمه بالاخير انه هذا اللي جاي ما نسايت ما تبرعيد ابرزون شو نسوي؟ نسوي سيلوتينج ويا رايت أبر ميدستانا بوردر سيلوت يعني لوس أوف كلاريتي شوفوا هاي الميدستانا بوردر اللور شون طالعة نانا الأبر مدى نحدد مدى نفرق الليجن من ميدستانا بوردر سيلوت وبعد دورون شوفوا بس فريكينجو هل أكو فلوت فيوجن ويا شوفوا الهايلام هل هي اللارج ولا ذني أسوشيتد فيتشر إذا أكو بيهن نذكرين ما بيهن عفو In conclusion, as I'm going to go back to the lesion, there is an undefined heterogeneous opacity in the right upper zone, silhouetting right upper mid-distance. Silhouette sign is the demarcation between mid-distance and lung. Let's see this lung and mid-distance. There's a clear cut between it. لأنه ميدستانم أبيض واللنك سودة خلاص أبيض أسود من اللنك تصير بيض فتحت باوندريز مال ميدستانم بعد ماكو أسحوية سلوت ساين هنا هذا ديماركيشن هنا ماكو بقى الأبر ميدستانم ويا هذا اللي جي رايح أسحوية السلوتين هنا السلوت راح تل أس السايت أوف ذا ليجن عادة من أكو رايت أبر ميدستانم يعني أكو ليجن بالرايت أبر لوب أوف ذا لانك من أكو right middle mediastinum اللي هو هنا يعني lesion بالmiddle segment of the lung من أكو silhouetting weird diaphragm إذا this is the basal segment of the lung يمكن يعني يوصلنا the site of the pathology وين بيا segment of the lung أوكي طلاب هسه نجي للdiagnosis من أكو opacity فيها air bronchogram إذا الdiagnosis it is apart احنا وصفنا النقطة الثانية تقول لك شنو الدياجنوسيس تقول لك this is a patch of consolidation او تقدر تقول لها right upper zone consolidation تبقى عندنا النقطة الثانية يقول لك شنو differential diagnosis هنا differential diagnosis لازم انت تعرف at least three differential diagnosis لان consolidation اللي هي on top عندنا النيومونيا اوكي هل يمكن انه تيومر او لانج مالينجنسي ممكن تكون هاي لانج مالينجنسي
lung carcinoma. هل يمكن أن تكون this is a lung carcinoma؟ ها طلاب؟ ممكن عادة تكون well defined margin؟ لا مو شرط. وتكون related ولا لا أبد مو شرط. ممكن نعم وياها consolidation ويا يعني carcinoma. ما اللانج كارسينوما تيجي عادة تضرب اللارجر برونكاي فالسد خلينا نقول من الأبي سد البرونكاي من الأبي فسوينا كولابس بس ما سوينا اير برونكوغرام. برونكوغرام يعني إنه هي اللانج باثولوجي باللانج تشو نفسها مو ماس وجاية قاعدة فعادة اللانج تشو مارس وين ماس وين اير برونكوغرام عادة تسوين كولابس بس ما يسوي اير برونكوغرام. ما عدا اكو فد فرايتي من الكارسينوما اللي هي الاليفيولار سير كارسينوما اللي تيجي اصلا تقعد بالاليفيولاي هي هاي الوحيده اللي تسوي اير برونكوغرام. اذا هنا راح يقولون ذيس از ا باتش اوف كونسوليديشن وتعطون ديفرنشال دايجنوسيس تعرفوها على الباتش اوف كونسوليديشن. لا تقولون نيومونيا يقول لك دايجنوسيس يقول لك كونسوليديشن. ما دام اكو اير برونكوغرام تقدر تقول انه سوليد بيس ذيس از ا كونسوليديشن. زين ما بدنا ما سي سكان طبعا السي تي سكان ديزيال سكشن هسه بنحكي على السي تي بعدين. هذا هو الاير برونكوغرام اللي اسولف لكم عنه. اذا تشوفون البرونكاي جتي تقسمت وذيس از تيرمينال برونكيوم حد ما وصلت الاليفيولار ساك والاليفيولار داكت هنا الفلويد الاير الداخلي تبدل بغير سبستانس فبقت بيتنت برونكاي داخله اعطتنا هاي برونشنج لاين اللي احنا نسميه اير برونكوغرام. واضح؟ واضح عندكم الاير برونكوغرام شنو؟ لا دكتوره بس لا تقدرين تفيدي انا بالسي تي سكان. ما شوفوا ماما هنا اللانج هي كلها سوداء. ليش كلها سوداء؟ لان اللانج كلها ايريتد. تيجي برونكاي تتقسم سير تيرمينال برونكيو الفيولار ساك الفيولار ده اللانج كلها اير ما عدا الكونكتيف تيشو يعني بلاد فازل بي اللي قبل شوي لكم اير برونكوغرام سوري قلت لكم البرونكوفاسكولار ماركينج الوحيده اللي داخل اللانك هي النمذج. أنا المواد اللانك تشوفها سوداء لأنها كلها لانك مفتوحة اللانك إير من التريكيل حد ما واصل للألفيلار داكت وساك. من الألفيلار داكت والألفيلار ساك صار بإنفلميشن مثلا صار بدل الإير طلع صار أكو سيروس فلويد صار فلويد تروما صار أكو بلد بالألفيلار داكت والألفيلار ساك. ظلت البرونكاي والتيرمينال برونكيول تمشي بمسافة مفتوحة فطلعتنا هذا الفيجر ما كونتشنج لاين اللي وصفه اير برونكوغرام. يعني this is obesity وهذا بيتنس برونكاي سحولة اير برونكوغرام. من نشوف الاير برونكوغرام نقول this is a patch of consolidation. واضحة؟ دكتور اللوباتي لكتسس ممكن يسوي اير برونكوغرام لو الاتلاكتسس عادة كل الاير يمتص. ليش؟ لأنه عادة مثلا كت في البرونكاي هنا أو هنا يعني الترام اللي الصوندة ده توصل لنا الاير أصلا مسدودة فبعد كله ماكو اير كله أبيض ما عدا شغلة واحدة أكو سحورة كومباين كولابس كونسوليديشن يعني هي اريا اوف كونسوليديشن ودائرة بدائرة كولابس. هنا أنا تطينا هم اير برونكوغرام بس عادة وياها ساين أو فوليوم لوس. لا عفوا دكتور عندنا موعد بالثنتين النص كسور. اوكي هذا is the last slide. تمام دكتور هذا اخر سلايد يلا ردت شوية وتجاوبون عليه على مود تروحون شوية تأكلون قبل الكسور. يلا لين chest x-ray posterior anterior there is heterogeneous well-defined mass in the right side in the lower zone of the right lung. Very good. بس تجد mass بس ما قلت لي لونه شنو opaque لو لوس ما لازم نحدد opaque heterogeneous maybe very good.
هسه هنا شفنا there is an nodule or mass حدوده وين right lower zone there is opacity. هل opacity heterogeneous or homogeneous؟ زميلكم قال heterogeneous. من نقول heterogeneous لازم نسأل نفسنا هي ليش heterogeneous؟ شنو اللي داخله حيث مسوي لها heterogeneous؟ هاني اللي إذا أشوف أكو بداخله أسود وبنفس الوقت أكو داخله نقط بيضة أكثر من عدم مو لو لا ويالي شوفوا بعدين الدوتس هي heterogeneous لأنه داخله أكو يعني تتشي من داخل النقط سود دوسنسي ونقط بيضة أكثر من عدم إذن more يعني جوز هاي patches of calcification than النقط اللي أكثر من عدم. دريقكم بالمال ديفايند بشوفوت مدام بقدر أرسمها دائر مدارات وتوثر من عدائي this is well defined. من قد well defined إذا أنتوا تقدرون تحددون المارجن مالت لازم تقولون المارجن مالت هلي smooth low lobulated nodular low speculated. لانا من نلقى اللي يجي well defined لازم نحدد المارجن مالت بس هاي المارجن مالت شعر smooth lobulated speculated سموت سموت من يجينا هون سبيكيليتد من تجي ريز من عدا والطب بلندد بتشوف دار مدارها ولو بيليتد من هي هاي بعد شوفوا شو لو بيليتد بعايج كأنها مقرنصة إذن this is allocated mass موجودة بالبرفلي أفضل إذا عندك مسطرة وتقدر تقيس السايز مالتها بعد أفضل أوكي بعد شنو الاسوشيتد فيتشر وياها لازم تحدد هل أكو بلورا فيوجن وياها لا دا شوف بني أنجلز مالتها لا هاي لا رايت هاي لا شوية لا تشوفوا الليت شلون غير ما أنا رايت هاي لا لا إذا الأسوشيت في تغيير هو إنه لارج من رايت هسه نجي نحط differential diagnosis للماس اللي لقيناها تتوقعون هاي الماس شنو يلا بسرعة جاوبوني على الفحوص تيومر ممكن تيومر بس هذا التيومر قد يتقبل يكون بناين أو مالين طبعا most of the malignant tumor of the lung تجينا على شكل single pulmonary nodule just 15% من عدا قد يكون multiple هذا احكي عن primary tumor of the lung النقطة الثانية من المالجناسي قد تكون metastasis ال other counterpart ماتا هي البناين pathology لا نشون الميز بين البنيجنرتي والبناين باثولوجي أكو كرايتيريا من عدها الويل ديفاين سموث ماربين تمشينا ويا البناين رادر ذان مالجنرت إذا بيها كالسيفيكيشن الكالسيفيكيشن يمشي ويا البناين رادر ذان مالجنرت بعد أكو شيء سحولة تايم أوف إيفولفينج يقول إذا البيشنت عندك ميديوس إكس راي بياها إذا هذا الليجن صار له سنة ونفس السايز مات this is mostly benign إذا والله هذا الليجن صار له 6 شهور صار doubling size إذا this is benignant بس إذا هذا صار له أسبوع وصار له doubling size هنا نفكر بالinfection infection هي more rapid not benignant نفكر فيها within days within 1-2 years كل هذا يحدد إن this is benign or benignant the number of the lesion distribution كل عندي الحالة this is هامارتوما lung هامارتوما اللي يجي شكلها مثل بوب كورن calcification مثل حباية شامية مزروعة باللغة this is a هامارتوما lung طبعا this is the end of our session today أتمنى تكون استفادت لقدر الإمكان إذا عندكم ملاحظات للسيشن جاية يا حتى لو جزوا ليها على شكل مسرع عمون يعني الموضح أوكي أحد عنده سؤال قبل ما من المحاضرة شباب عندكم سؤال كين تسمعني اسمعك دكتور اسمعك ما حد عنده سؤال لا دكتور عاشيدك عاشيدك الله وياكم يوم بالسلامة ومثل ما قلت لك اللي عنده سؤال عن طريقك اللي دزليه على مود واذا عنده ملاحظة للسيشن الجاي على مود نضيف يلا اشوفكم بخير ان شاء الله مع السلامة تمام ان شاء الله دكتور من نوع من السلامة يا الله وياكم